حرب الإبادة التي قادتها إسرائيل على قطاع غزة على مدار عام صاحبها تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. تقييد وتكبيل وقمع ونظام فصل عنصري. فبعد 7 أكتوبر أقدم الاحتلال على تحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير لأكثر من 3 ملايين فلسطيني، منعت الفلسطينيين الانتقال بين مدنها بل وحددت ساعات خروجهم، بينما يتحرك المستوطنون بحرية مدججين بأسلحتهم للبطش بالفلسطينيين وطردهم من أرضهم. ضرب جديد من التمييز والفصل العنصري. المتحدة سجلت خلال 10 أشهر منذ اندلاع الحرب على غزة 1250 هجوماً من قبل المستوطنين، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير ممتلكاتهم وتهجير الآلاف منهم قسراً. وعلى مستوى التصعيد العسكري، أجرت إسرائيل عمليات نوعية في الضفة، كان لجنين النصيب الأكبر، فيما لم تسلم مدن نابلس وطول كرم والخليل من اقتحامات الآلية العسكرية وتجريف البنى التحتية، بل وتدميرها وشن حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات. عسكرية سقط في طريق آلة موتها عشرات الشهداء والمصابين، واشتباكات في شوارع ومدن ومخيمات الضفة الغربية. وبعد سلسلة من الاقتحامات والقصف والقتل والتنكيل، أدرك الاحتلال أن المقاومة في الضفة تتصاعد في الجنوب والشمال، خاصة في جنين. فحاول الجيش الإسرائيلي القضاء على المقاومة داخل المدينة ومخيمها بكل السبل الحربية. وخلال اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ جنوده عشرات الإعدامات الميدانية باستهداف الفلسطينيين مباشرة ومنع سيارات الإسعاف من إنقاذهم. حتى النشطاء الأجانب لم يسلموا من آلة الحرب الإسرائيلية، فقتلت قوات الاحتلال الناشطة الأمريكية التركية SGAG خلال مشاركتها في مسيرة تضامنية ضد الضفة. على مدار عام أسفرت انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 700 فلسطيني وإصابة أكثر من 7000 آخرين، واعتقل ما يزيد عن 10000 فلسطيني. الضفة الغربية لم تكن بعيدة عن قطاع غزة، قطعتان من الأرض الفلسطينية السليبة واحتلال ظهرت نواياه الحقيقية، تدمير وإبادة وتهجير لابتلاع ما تبقى من أرض فلسطين ووأد كل حلم لأصحاب الأرض في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.